مساء الخير، أهلا وسهلا بحلقة جديدة من برنامج المشهد على البي بي سي. المشهد الليلة هو مشهد جديد على البرنامج لأنه من كردستان أو من المنطقة الكردية في إيران. ضيفنا هو عبد الله مهتدي، الأمين العام لحزب كومالا الإيراني المعارض للنظام الحالي في إيران. نشط مهتدي منذ الستينات ضمن صفوف الطلبة الأكراد في جامعة طهران، واعتقلته سلطات الشاه 3 مرات. شارك وحزبه في الثورة على نظام الشاه، ثم في معارضة الخميني والاتجاه الإسلامي في الثورة، وتعرض أيضا للاعتقال. حاز على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة طهران، أكمل دراسته في منتصف التسعينات في لندن، لكنه قرر أن يتفرغ للسياسة وللقضية الكردية الإيرانية. يعيش اليوم خارج إيران، يتنقل بين أقليم كردستان في شمال العراق وبين العواصم الغربية والأوروبية. عندما جرى الاستفتاء الشهير حول تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان الأكراد الجزء الوحيد من المجتمع الإيراني الذي قاطع الاستفتاء، لم يشاركوا فيه. كان حزبنا أول من قام بذلك، من ثم لحقت به أحزاب أخرى. كما كان لدينا قائد روحي وهو مشهور جدا، الشيخ عز الدين الحسيني، الذي قاطع النظام الإسلامي في إيران. So Kurds were suspicious from the beginning about. كان الأكراد يشكون منذ البداية بهذا النظام الجديد. Of course, Kurds took part in the revolution. شارك الأكراد في الثورة بالطبع. نعم، ضد الشاه. نعم، لأنهم كانوا يرغبون بحياة أفضل وكانوا يريدون الحصول على حقوقهم وعلى حريتهم السياسية وعلى الحقوق الكردية، لكنهم لم يرغبوا بنظام سياسي جديد أكثر قمعا وطغيانا من النظام السابق، وكانوا يشكون منذ البداية، لذلك لم يشاركوا بالاستفتاء. تحديدا في آب أغسطس 1979، خوميني أوردرد أن أونسلوت. في آب أغسطس عام 1979 أمر الخميني بهجوم ضد الأكراد، هجوم من دون سابق استفزاز. لم يقدم الأكراد على أي حركة استفزازية، لكنه أمر بشن هجوم عسكري كبير. حصلت عمليات إعدام سريعة في كل أنحاء كردستان. كان الوضع جدا. هل كنت هناك؟ نعم، كنت هناك، وكنت من الأقلية التي قررت المقاومة. أمر الخميني بالهجوم عند الساعة 2 بعد الظهر، وقبل حلول المساء أعلننا أننا مع المقاومة. كنا أول حزب سياسي، أول كيان سياسي في كردستان الإيرانية. In Iranian Kurdistan. You took part of. هل شاركتم بالمقاومة العسكرية؟ المقاومة السياسية والمدنية والعسكرية على حد سواء، لأنه لم يكن لدينا خيار آخر، إذ كانوا قد شنوا هجوما علينا. لكن بصفتك عبد الله مهتدي، ماذا كان دورك خلال هذه المقاومة؟ لم أكن جزءا من وحدات القتال، لكنني كنت جزءا من البشميرغا، وأنا أفتخر بكوني بشميرغا مخضرم. هل يمكنك وصف بعض أو أحد المشاهد من هذه الفترة من المقاومة؟ لا زلت أذكر.
لازلت أذكر أننا كنا في قرية وحلقت فوقنا طائرات هليكوبتر إيرانية. Came over us, flying over us. They were flying very, very low. كانت تحلق على مسافة منخفضة جدا. كانت باستطاعتهم رؤيتنا، وكان بإمكانهم إطلاق النار علينا. لكن في تلك الفترة كان هناك اختلاف. كان هناك نوع من الخلاف بين الجيش الرسمي والحرس الثوري، وكانت الطائرات تابعة للجيش. لم يطلقوا علينا النار. كان باستطاعتهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك. وبعد مشاركتك بالمفاوضات مع الخميني، نعم، كنت أحد. نعم، بعد 3 أشهر انهزمت القوات الإيرانية بشكل كبير، لذا أتوا عند الأكراد من أجل المفاوضات. من أتى؟ هل تذكر من هي الشخصيات التي كانت موجودة؟ أرسلوا عددا كبيرا من الناس، لكن أحدهم، على الأرجح الأهم من بينهم، كان وزير العمل خلال تلك الفترة. كان اسمه داريوش فروهر. كان صديقا للأكراد في تلك الفترة، وفي النهاية تم اغتياله من عملاء إيرانيين في طهران طعنا. هذه قصة طويلة وقعت أحداثها بعد مرور سنوات عدة، لأنه أصبح زعيما للمعارضة في طهران ولم يتقبلوا هذا. اغتالوه رغم أنه كان رجلا طاعنا في السن، مع زوجته سيدة كبيرة في السن، تم اغتيالهما معا. خلال المفاوضات، هل تذكر بعض الخطابات، بعض المحادثات؟ أي شيء يثير الاهتمام اليوم بعد مرور 30 أو 40 عاما؟ أولا، عندما أتوا عند الأكراد أرادوا التحدث إلى، كان هناك حزبين أساسيين، أحدهما كان حزب الكومل الكردستاني الإيراني، والآخر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، والذي كان يترأسه السيد قاسم لونغ في ذلك الوقت. كما كان لدينا قائد ديني موقر، كان اسمه الشيخ عز الدين الحسيني. أتوا عندنا نحن الثلاث، لكنهم كانوا يريدون التفاوض مع كل كيان على حدة، لكننا رفضنا ذلك. أنا شخصيا رفضت ذلك. لم نبدأ المفاوضات إلى أن أصبحوا جاهزين للتفاوض مع البعثة الكردية الموحدة. نحن شكلناها. أنا ترأست فريق حزب الكومل خلال هذه المفاوضات. أرسلوا بعثة رفيعة المستوى إلى مهاباد حيث أجريت المفاوضات. وللأسف لقد غادرنا بعض المشاركين اليوم، مثل الدكتور قاسم لونغ من الحزب الديمقراطي، والدكتور جعفر شفيق من حزبنا السياسي، وبعض الآخرين. لكن ما زلت من بين الأقلية الذين ما زالوا على قيد الحياة. إلى ماذا توصلنا بعد هذه المفاوضات؟ They wanted to play with time. They didn't want to solve the Kurdish issue. أرادوا إضاعة الوقت. لم يرغبوا حقا بحل المشكلة الكردية. لكن في تلك الفترة كانوا قد انهزموا وكانوا يائسين. كانوا بحاجة إلى القليل من الوقت لإعادة تنظيم قواتهم للهجوم من جديد. وهذا ما فعلوه بعد أقل من 6 أشهر. There was a period of a few months ceasefire. كان هناك فترة وقف إطلاق نار بين الأكراد والقوات الإيرانية امتدت 4 أشهر، وفي النهاية شنوا هجوماً في بداية ربيع 1980. متى أوقفتم المقاومة المسلحة في حزب الكمالة؟ منذ عدة سنوات تحديدا، لدينا قوات البشميرغا ومخيمات تدريب، ولا تزال البشميرغا موجودة حتى الآن. حتى الآن
trained them. There are so many dozens and dozens. دربناهم. يأتي إلينا العشرات من البشميرغا شهرياً. أين؟ In Iraqi Kurdistan. In Iraq. We have bases, compounds there. في كردستان العراقية. في العراق لدينا قواعد عسكرية هناك. لدينا قواعد عدة هناك. لكننا لا نشارك بالمقاومة المسلحة، فهذا أمر مختلف. لكن يحتمل تواجده. It's a great boost of morale for the Kurdish people and the civil and political struggle. أولا لأنه يمنح دفعة معنوية كبيرة للشعب الكردي وللصراع المدني والسياسي. يرغب الشعب الكردي بالقليل من الدعم المستتر. لا نريد المشاركة بالصراع المسلح. مرت سنوات على ذلك. لكنكم فعلتم هذا. نعم، في الماضي. Why you took the decision? لماذا أخذتم القرار بترك السلاح؟ ومتى حصل ذلك؟ هل بعد عام 2001؟ عام 2001. We didn't have major military clashes even years before 2001. لم نقم بمواجهات عسكرية كبيرة حتى قبل عام 2001، لكن عام 2001 أعدنا النظر بالموضوع. وقررنا منح فرصة للتحركات السياسية والثقافية والمدنية. Civil movements to give them a chance. رأينا أنها أفضل طريقة، وكانت على وفاق مع جو المجتمع الإيراني. The mood in the whole society in Iran. عبد الله المهتدي تم اعتقالك 3 مرات عندما كان الشاه في السلطة. نعم، هذا صحيح. ومرة عندما كان الخميني في السلطة. نعم، نسميه كان خلال نوروز، وهو رأس السنة عند الأكراد والإيرانيين. تماما، في نوروز عام 1979. نوروز 1979. A couple of days in fact before Nowruz. في الواقع قبل يومين من نوروز، هجمت قوات عسكرية على سنندج عاصمة كردستان. هجموا على الناس دون أي سبب. انهمرت مئات قذائف الهاون فوق المدينة. Mortars and shells poured over the city. And that so people got very angry and غضب الناس كثيرا. من دون أي سبب؟ أم أنهم خلقوا سببا أو ماذا؟ There was some. كان هناك البعض. كانت عملية عسكرية، أليس كذلك؟ Believe me, it was not an operation by the Kurds. No, the Kurds were. لا، لم تكن عملية عسكرية. قام بها الأكراد. كان الأكراد أبرياء، لكن كان هناك بعض العناصر الإسلامية التي حرضت على بعض التصادمات. لم تكن بين الناس والقوات العسكرية، ولم تكن بين الناس وبين الحرس الثوري، لكنها كانت بين بعضهم البعض. بين فصيلة إسلامية وبين الشعب. Between an Islamic faction and the people. Anyway, they took advantage of that. على كل حال، استغلوا هذا الوضع وهجموا على المدينة، على أناس عاديين مدنيين، وقتلوا عشرات الناس ودمروا منازل عدة. عندها وقع الصراع، وتم اعتقالي هناك من القوات العسكرية. And you stayed how many? وكم من الوقت بقيت معتقلاً؟ أقل من 20 يوماً، أسبوعين، 3 أو أقل من ذلك. هل كان أسوأ من السجن خلال عهد الشاه أم كان شبيهاً له؟ In general, prisons under the Islamic regime. كلها شبيهة. عامة السجون خلال النظام الإسلامي هي أسوأ بكثير من تلك خلال عهد الشاه. I was tortured intensively during the Shah, but you can. تم اعتقالي وتعذيبي بشكل شديد خلال عهد الشاه، لكنه لا يقارن بالفظاعة التي قام بها النظام الإيراني الجديد أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الأكراد وغير الأكراد. هل تقصد التعذيب؟ نعم، التعذيب وعدد كبير من عمليات الإعدام. I wasn't tortured. They didn't have time for that. They just killed. في الواقع عندما اعتقلتني القوات العسكرية لم أتعرض للتعذيب. لم يكن لديهم الوقت لهذا. كانوا يقتلون الناس على الفور. أخذوني مع بعض الأشخاص وأمرونا بخلع ثيابنا لأنهم كانوا يريدون قتلنا. وضعنا أيدينا على الحائط، ثم أتى أحد ومنع إطلاق النار.
لا أعلم ما إذا كانت منافسة بينهم أو اختلاف في الآراء. I don't know. It was rivalry. It was differences of opinion between them, and somebody. لكن أحدا ما لم يكن يريد موتنا، لذا لم يقتلونا. كان بإمكانهم قتلنا بهذه البساطة. لم يشعروا بالمسؤولية، ولم يكن لديهم مسؤولا عنهم. كان نظاما فوضويا ولا يزال كذلك. It still is a chaotic regime. When did you leave? متى غادرت إيران؟ It was October. غادرت إيران للمرة الأخيرة في أكتوبر تشرين الثاني عام 1983. It was a huge battle between our forces. وقعت معركة كبيرة بين قواتنا والقوات الإيرانية. And the Iranian forces. And we had to cross the border into Iraqi Kurdistan. وأجبرنا على عبور الحدود إلى كردستان العراقية. لم يكن لدينا خيارا آخر. لكن بقي الجزء الأكبر من قوات البشمركة في إيران على أراضي كردستان الإيرانية. لكن أجبرنا على نقل المقر الرئيسي والقيادة ودار النشر وهذه الأمور عبر الحدود. عبرت الحدود وكان هناك نهر صغير على الحدود. There was a river there, a little river on the border. I swam. Walking? مشياً؟ نعم مشياً. لم تكن هناك طريق سالكة. كم استغرق ذلك من الوقت؟ ساعات طويلة جداً. وسبحت في هذا النهر الصغير للمرة الأخيرة. لأنني أردت أن أسبح في نهر قد لا أراه مرة أخرى. آمل أن أرى هذا النهر وكردستان الإيرانية مرة أخرى. عبرنا الحدود لأنه لم يكن لدينا خيار آخر. في ذلك الوقت كانت منطقة محرمة في كردستان العراقية. لكن لم يكن لدينا خيار آخر، فبقينا هناك. أمضينا أياماً طويلة هناك وكان البرد قارساً. كما تعلمين إن الجبال الكردية باردة وقاسية جداً. ما زلت أذكر تلك الأيام وهي تشعرني بحزن شديد. It makes me sad. Some about children, not my children, the children about. بعض أولادنا، لا أقصد أولادي، ولكن أولاد رفاقنا بالسلاح وشعبنا ماتوا جراء الجوع والبرد. ومسافة الطريق. ومسافة الطريق. نعم، ولم يكن هناك مكان مناسب للراحة. لذا أرسلنا الضعفاء والعجائز والأطفال وأمهاتهم تحت الجسور لأنها كانت أكثر دفئا. لم يكن معنا أغطية كافية وطعام كاف وألبسة كافية، لذا مات البعض جراء الجوع والبرد. يمكنني القول إننا قمنا بمظاهرتين عامتين ناجحتين جدا في كردستان، واحدة عام 2010 والأخرى ربما عام 2017. Yes. نعم. And one as a the first one as a protest. كانت الأولى احتجاجا على إعدام 5 رجال، 4 منهم كانوا أكرادا. And despite threats by the Iranian authorities and رغم تهديدات السلطات الإيرانية ودعوتها واستدعائها للناس وملء الشوارع بالآليات العسكرية، لكن الناس قاموا بالإضراب. People did
أغلقت أبواب المدارس وورش العمل والمحلات في كل مكان. تجمدت كردستان بالكامل. Everywhere, Kurdistan went into a complete standstill, and it was again. وتكرر هذا عام 2017 أو 2018 لا أذكر. عام 2017 نعم. ومجددا كانت تظاهرة ناجحة جدا. When you said successful. عندما تقول ناجحة ماذا تقصد؟ أكثر من 90% من المحلات والشوارع والمدارس قد أغلقت أبوابها. إذن لديكم علاقة قوية مع الشعب هنا. نعم هذا صحيح. في الواقع أن القسم الأكثر تنظيماً في المجتمع الإيراني هو كردستان الإيرانية. لماذا؟ مع وجود نظام قاس وديكتاتوري كيف يمكن تحقيق هذا الآن؟ Dictator mentality. How it's possible now? Because they cannot cut our roots. لأنه لا يمكنهم خلع جذورنا. يمكنهم إعدام الناس وتعذيبهم واعتقالهم وقد فعلوا كل هذا في الواقع. وقع حوالي 3,000 شهيدا من حزبنا بالإجمال. هذا رقم كبير. تم اعتقال الآلاف من شعبنا. تعرض الآلاف منهم للنفي الداخلي داخل إيران. تم طرد الآلاف منهم من أعمالهم. لكن الحركة الكردية لا زالت موجودة والجذور موجودة. لا يمكنهم التخلص من الجذور. مجتمعاتنا وقوات البشميرغا ومهماتنا الدبلوماسية التي ترونها هم أناس خارج البلاد. هم قسم صغير من كيان هائل. فالقسم الأساسي من شعبنا موجود وفعال داخل إيران، ولا يمكن لأحد أن يغير هذا الواقع. كأن الأمر لا يقتصر على شخص أو اثنين أو مئات أو آلاف الأشخاص. ملايين الناس يدعمون حزبنا السياسي وأحزابنا والتحركات السياسية في كردستان إجمالا. لا يمكنهم تغيير ذلك. You can do nothing about it. عبد الله مهتدي، قمت بزيارة واشنطن مرات عدة. Yes, I went to Washington, and I had seminars in five of the. نعم، ذهبت إلى واشنطن وقمت بندوات في 5 مجمعات تفكير أمريكية. تكلمت فيها عن الوضع في إيران وعن الاتفاقية النووية. My message was. That the harsh. كانت رسالتي الأساسية أنه لا يمكن تجاهل التعدي القاسي على حقوق الإنسان في إيران. في الاتفاقية النووية الجديدة. نعم. Is it true that? هل صحيح أنك سجلت حزبك السياسي كحزب ضاغط ومناهض للنظام الإيراني؟ هذا صحيح. في وزارة العدل الأمريكية. In the Ministry of Justice. Yes. هذا صحيح، لأننا لا نريد المشاركة في أي نشاط ليس شرعياً بالكامل في الولايات المتحدة. أردنا أن نكون شرعيين وشفافين، ليس لدينا أي شيء نخفيه. لهذا السبب سجلنا أنفسنا هكذا في وزارة العدل في الولايات المتحدة. لدينا مندوب ومكتب هناك. As a lobbying part. كحزب سياسي ضاغط ومناهض للنظام الإيراني؟ نعم، سموه قانون الوكلاء الأجانب أو شيء كهذا، حتى يتمكن الوكلاء الأجانب أو أي كيان أجنبي من القيام بنشاطات سياسية في الولايات المتحدة. عليهم تسجيل أنفسهم، ولهذا السبب سجلنا أنفسنا. هل تتواصل مع رضا بهلوي ابن الشاه؟ قابلته منذ 7 أو 8 سنوات. لديه شعبية عند الإيرانيين. أظن أن الأكراد، أنا مناضل من أجل حقوق الأكراد لطالما كنت كذلك، لكنني لا أظن أنه على الأكراد عزل أنفسهم عن الصراع العام في إيران. From the general struggle in Iran. Not a state in the Kurds.
لا تقصد ولاية في المنطقة الكردية، لكن الحقوق، أي لغتها الخاصة. لغتهم الخاصة وإدارة خاصة بهم وبرلمان خاص بهم ونظام يسمح ويشق الطريق أمام مشاركة السلطة في البلد. نحن بحاجة إلى مشاركة السلطة في البلد. نحن الأكراد خلال إصرارنا على الحصول على حقوقنا الوطنية علينا أيضا التعاون مع أجزاء أخرى من المجتمع الإيراني. Go into cooperation with other sections of the Iranian society, with Azerbaijanis, Baluchis, Persians. مع هزارة، برجاني وبالوجي والفرس، الناس من طهران ومع كل مكان، لأننا بحاجة إلى جبهة موحدة لمحاربة هذا النظام ومن أجل تحقيق الديمقراطية والازدهار في البلاد ومنح الحريات السياسية والدينية والثقافية في البلد ومن أجل تحقيق السلام والتعاون مع البلدان المجاورة. هل تربطك علاقة مع المملكة العربية السعودية؟ في الواقع مع لا. إسرائيل؟ كلا. مع الإمارات العربية المتحدة؟ كلا. مع تركيا؟ كلا. من يمنحك التمويل الكافي إذن؟ لسنا منظمة أو حزبا سياسيا غنيا، تأقلمنا مع الأوضاع. عبد الله مهتدي، شكرا جزيلا لأنك ضيف المشهد على البي بي سي. شكرا للمشاهدين، وفاء وإلى اللقاء الأسبوع المقبل.